السعادة تبقى نسبية، تتجلى بمطلب أو مفهوم ما. نتوقف مع بعض هذه المفاهيم. سعادة، السعادة، مفهومك عن السعادة؟ مفهومك عن السعادة؟ أنت مش سعيد؟ سعادة، السعادة، سعيدكم إحنا. عندما تكون ضحكتك صادقة فتلك هي السعادة، تتحدث عن نفسها. ولكن السعادة تبقى نسبية، تتجلى بمطلب أو مفهوم ما. أنا كثير مبسوط. مفهومك عن السعادة، أنت دائما سعيد. مين قال لك هالشي؟ اديني مليون دولار فرجيكي. سعادة راح تلبان. الرضا عن النفس. لبكتيني أمه. السعادة هي لحظات، ما هي حالة. دقيقة خالد، جات لي كاميرا في نص وجهي الحين، بس خليني أركب. إيه، المرأة هي نصف المجتمع، فمهم جدا يوم المرأة. يعني يوم المرأة السعادة. مو بس السعادة، احنا بنتكلم السعادة. واضح انك سعيد من شعرك على فكرة، فما مفهوم السعادة بالنسبة لإلك؟ الأكل الحلو مع الصحاب، مع الناس، بس تجمع الناس يلا سعادة. لما هو سؤال يعني كبير، بس متهيالي انه اكتر حاجة توصل السعادة ان الواحد يكون راضي عن اي حاجة عنده. يوم السعادة مثل اي يوم. حلويات. تاكلي بس حلويات يوم السعادة؟ لا، هو كل يوم، عشان شي يمكن انا كل يوم سعيدة الحمد لله. يعني عدم الاهتمام بالاخر مثلا، هذه من بين الاشياء. شو مفهومك عن السعادة؟ في حدنا سعيد؟ طب ابتسامة من هون لهون ما بدك تحكي عن السعادة؟ أنا مبسوط في حياتي، أنا أكثر من هيك. الحب. اليوم العالمي للسعادة، شو مفهومك عن السعادة؟ الصحة. الحيوانات. شو مربي عندك؟ بسينتين وكلب. واو، متفقين كلهم مع بعض؟ عائلة. هذا يريد مالا، وهذه تريد حبا، وآخر يريد الصحة. إذن فالسعادة قرار، عليك أن تقرر أن تكون سعيدا. أما بالنسبة لي فالسعادة عبارة عن فنجان من القهوة. سماح سيد العربية، دبي.